العمل التطوعي أنه أنجز أكثر من 10 بحوث تخصصية لصالح الحركة النسوية العراقية وتغيير الصورة النمطية العراقية من أجل توفير الحماية للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان تشارك فيها لأنه هي جزء من مهامنا وأهدافنا مع مناصر القوانين التي تمنع التبييض. عمل منظمات المجتمع المدني يذكر بالناس أن هناك دائرة وطنية ومستشارية الأمن الوطني، هناك قسم من المنظمات وهناك وأيضا أنجزنا التهديد من قبل الجهة اللي تشتغل بها أو المنظمة. هناك العديد من المنظمات التي تم إغفال ذكرها اليوم. Very rigid sex segregation and gender-based norms. More needs to be done. During the long struggle against Daesh, sexual violence has. النساء هي ظاهرة عالمية وهناك سيدة أو أنثى عنفا اقتصاديا ولهذا فإن تركيزنا في البنك الدولي على مشروعين المشاركة بهذه الحملة 16 اليوم وهناك العديد من الفعاليات. تعود للعام 1960 موعد 25 من تشرين الثاني أما الحادثة التي ارتبطت به كيوم تكلف موازناتها. السيدات والسادة الكرام، أنا أقول لك أنت لا تسألني برشلونة وريال مدريد، أنا شو العلاقة؟ أنا أشتغل حرفية الإعلاميين اللي أحيانا ما بيها جوانب أخلاقية. شو يسوي؟ انه شلون نتخوف من الصحفيين؟ هل لانه مو ميداني؟ هل لانه اقدر اعرفه؟ عدم تسليف اوكي استماع اخواتنا. نعم نجحنا وصلنا فصار طرفي نزاع، سياسيين فاسدين يحموهم شرطه، كل حدث هو نزاع. يعني شوف هذا الحدث اللي بيعرفهم كلش يعتزون بهذه ايش قد النسبة أنا ما أدري بيها. مو ما تؤمن، مو ما تؤمن، تؤمن وأكو شيء موجود لكن شنو؟ الحضور الأحبة باسمكم جميعا الكثير من الإعلاميين والإعلاميات خصوصا الأقلام الحرة اللي ينقلون الواقع دا يتعرضون لحملة شرسة جدا من التهديدات والمخاوف. يعني حتى اللي دا يريد يشتغل ودا يريد يغطي موضوع، يعني احنا هسه بصفتنا احنا مو فاشينيستات ولا مهتمين بالأزياء او الآخرين اللي انقتلوا اللي مثلا عارضات أزياء او غيرهم، لكن احنا صحفيين عملنا يعني في نقل الحقيقة، عملنا نقل الحقيقة. الموضوع اللي دا يصير انه اي تقرير نشتغله دا نتعرض من خلال السوشيال ميديا الى حملة تهديدات، اما عبر رسائل او اتصالات مباشرة. كثير من الناشطات والنشطاء في المجتمع المدني وحتى الإعلاميين والإعلاميات. التزامن هذه الحملات شخصناها مع ارتفاع مد التظاهرات اللي انطلقت في البصرة، كانت شرارة التأثير أو التهديد أو حتى القتل كانت في البصرة.
ما كان اكو استيعاب انه فعلا ما كنا نتخيل انه الموضوع يتوسع بهذه الطريقة ليصل الى بغداد ويستهدف شخصيات معروفة بغض النظر عن عملها او توجهها. لكن بكل الأحوال هذه الاستهدافات اللي حصلت أربكت الرأي العام وشتتت حتى الرؤية المجتمعية حول مصيرنا كمجتمع وكدولة من تشكيل الحكومة من نتائج الانتخابات. هذه الحالة هي مؤشر خطير على هناك قلق للسلم الأهلي، للأمان، للأمان بالنسبة للمواطن، وهذه تتحمل مسؤوليتها المؤسسات العسكرية، المؤسسة الأمن الداخلي، قوى الأمن الداخلي، وهذه مكفولة بالدستور أنه عملية التعبير عن الرأي والخروج بالتظاهرات تحميها المؤسسات الدولة. اللي قاعد يحصل طبعا تعرف أنت حالة الصراع السياسي وحالة الشد والضغط المطالبة بالحقوق، ولكن للأسف اللي صار أنه هناك اعتقال للمدنيين الناشطين والضغط عليهم ودفعهم إلى كتابة تعهدات. هو من يدخل المدينة يقول حررت، إحنا معايرنا أكو فتياتي عمليات مشتركة، أكو شاشات كبيرة. 2014 بدأت بالعمل، تأشر عندهم ملاحظات بعض فتحوا لك أحمد القاسم.